نروح سوا نشوف فرحة جماهير وأعضاء النادي الأهلي في أهلي الجزيرة مع الزميلة نورهان طمعان. اتفضلي يا نورهان. برحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، كالعاده نجوم وكالعاده رجاله وكالعاده فريق كره القدم بيفرحنا، واحنا هنا طبعا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره بنرصد لكم الفرحه اللي احنا شفناها بعينينا يمكن من قبل المباراه يا كابتن ايمن، واحنا يعني راصدين اعضاء النادي هنا متفائلين جدا. شفنا يعني يمكن انا لو انا هدي اعضاء النادي هنا لقب انا اديهم اشطر جمهور، يمكن كان قبل الهوا يا كابتن او قبل الماتش احنا قلنا لك انه اعضاء النادي الاهلي هنا في الجزيره بتتوقع تالق كبير لكهربا لو شارك بشكل حتى يعني ان هو ما كانش بيشارك بشكل اساسي، ولكن لو شارك في المباراه هيقدم كوره مختلفه وهيكون وجوده فارق مع الفريق. وزي ما شفنا طبعا كهربا كان متسبب في ضربه الجزاء اللي سجلها طبعا نجمنا علي معلول. كمان خلينا اقول لكم انه يمكن اعضاء الجمعيه العموميه هنا في الجزيره كلهم التفوا حوالين الشاشه الكبيره عشان يطمنوا على نجم النادي الاهلي طبعا متولي، بعد ما يعني يمكن خضنا عليه شويه وبنقول له الف مليون سلامه يا متولي. طبعا احنا هنا زي ما قلنا لكم من الجزيره بنرصد لكم فرحه الجمهور، وهنروح للجمهور ونسمع منهم وناخد رايهم، وطبعا مليون مليون مبروك ليكم ومليون مبروك لكل الاهلاوي في كل مصر وفي كل الوطن العربي. مبروك للنادي الاهلي. الف 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 مبروك، وبنهدي الكاس دوت لكابتن محمود الخطيب. طيب قولي لي بقى النهارده شفتي الماتش ازاي؟ لا الماتش كان اعصابنا، كانوا على اعصابنا بصراحه، احنا فعلا كنا على اعصابنا، بس الحمد لله لعيبه الاهلي رجاله وقدها بالظبط. طيب قولي لي بقى مين احسن لاعب في المباراه من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري احسن لاعب حمدي فتحي، كان بيلعب حلو جدا. كهربا في الشوط الثاني حلو جدا. الشناوي لازم نقول ان الشناوي كان بصراحه جبل بصراحه، الحمد لله. قولي بقى النهارده شفت المباراه ازاي؟ والله الحمد لله رب العالمين، واحنا فرحانين بصراحه. الحمد لله يعني النادي الاهلي فرحنا بمكسبه وده وكالعاده يعني، والحمد لله وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. وانا بشكر محمد الشناوي، بشكر وحش افريقيا، احسن جون في مصر. الاهلي يعني يا ابو مبروك النادي الاهلي، وقت مبروك النادي الاهلي وجميع النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وقت مبروك الف سلامه على محمود متولي، ربنا يشفيه يا رب. دلوقتي عندنا عبد عامل الوقت عندنا الوقت عامل قوي، بتعمل اسعاف عندنا عبد حاجات وهي النهارده. مين احسن لاعب في الماتش؟ هو اللعيبه كلها اللي كانوا على الدكه واللي في الماتش كلهم رجاله والجهاز الفني. وبحب اشكر الكابتن محمود الخطيب والكابتن كولر وكل الجماهير اللي كانت حاضره ديت من الصبح وقاعدين مستنيين عشان نتابع الماتش. والحمد لله يعني كنا بادئين بدايه بطيئه شويه، بس الحمد لله في الشوط الثاني لما عملنا تغييرات الحمد لله. رايك النهارده في المباراه؟ لا المباراه كانت صعبه جدا، بس الحمد لله الاهلي اداه ودور. ببارك للنادي الاهلي وجماهيره واعضائه والجماهير الجميله قوي ديت، وبشكر الشناوي بصفه خاصه ما شاء الله كان راجل مباراه حاجه جميله قوي قوي، وبشكر كل اداره الاهلي. رايك النهارده في المباراه ومين كان نجم المباراه؟ المباراه رائعه جدا جدا، والف الف مبروك للاهلي والف مبروك للجماهير، وبصراحه الشناوي راجل المباراه. الشناوي بصراحه اسعدنا. قول لي بقى مين النهارده اللي كنت يعني خايف منه شويه في بيراميدز؟ خايف مين اللعيب اللي كنت خايف منه شويه في بيراميدز؟ في بيراميدز انا مش خايف من اي حد، الاهلي قوي والاهلي بمن حضر. وكهربا نزل كهرب الملعب والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله عقبال افريقيا. طيب قول لي بقى يا حاج يعني يمكن الماتشات اللي جايه في الدوري ودوري ابطال افريقيا، طبعا اكيد انت عايز تبارك للنادي الاهلي وكل الفريق، بس كلمني اكتر بقى عن الماتشات اللي جايه، نفسك ان شاء الله الفريق يقدم ايه؟ احنا انا الاول بتكلم على الشناوي، الله يبارك له هو اللي انقذ الماتش كله، فعشان كده ده اول واحد كلنا لازم نحييه الشناوي ده، الباقيين كلهم ابطال احسن من بعض كلهم. بشكركم جدا، بشكركم. يا كابتن ايمن طبعا يعني جمهور النادي الاهلي هنا، هسيبكم مع اصوات الناس.